يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من رد أو أنكر حديثا واحدا صحيحا لأنه لا يتفق مع العقل البشري فقد بين له حكم رد الأحاديث؟ إذا أصر وهو يعلم أن حديث ثابت عن الرسول أنه يرتد، إذا أصر على إنكاره بعد علمه أنه ثابت عن الرسول وقال ولو كان ولو صح عن الرسول فإنه يرتد بهذا. نعم.